ان اليوم نعلمكم تدور مكاتبكم والتي وصلت الى قرابه 9 مكاتب. اخيرين افنيت في التدريس كل شبابي وغرست دين الحق في طلابي. من قام على هذا الحفل الرائع؟ نشكر السيد مدير. قبل ما نترك فرصة الكلمات للأخوة ضيوف كهرباء السيارات وأيضا الشؤون الهندسية أسعدني بهذه الأمسية الطيبة والجميلة أن أرحب بكافة من حضر. نحن قد بدأنا بهذه البادرة لتكون وسط لكم فيما أعطيتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أيها المتعين الإسلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأرحب بكم باسمي ومقامي وأشكر السيد المدير العام للمعاهد الفنية على هذه اللفتة الكريمة باسم المجلس الجامع للجبل الأخضر وباسم عيانه ومشايخ الجبل الأخضر. أشكره على هذه اللفتة الكريمة التي تحمي دلالة واضحة على الوفاء، لأن الإنسان لم يعطي عمره في خدمة الوطن وفي ختام الرحلة يكرم، فهذا وفاء كبير وهذا رسالة لكل العاملين في الدولة الليبية أن هناك مجتمع وفي خاتمة المسار يتم تكريمه. اليوم نقف لنكرم قامات من قامات التعليم التقني، رجال أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والمعرفة. نقف اليوم في هذا الحفل المتواضع البسيط لنوفي حقوق من قاموا على خدمة هذه المؤسسات، ألا وهي المعاهد الفنية المتوسطة. نهنئهم بهذا أو بهذه الخاتمة، رجال أخلصوا في العمل وأنهوا خدماتهم وهم على أفضل حال. نقدم لهم خالص الشكر والتقدير والعرفان. ونحن إذ نقوم بهذا الاحتفال نجزم أننا لن نؤدي لهم أو لن نرد لهم أفضالهم، لأنهم رجال قدموا الكثير والكثير، ولكن هذا ما استطعنا أن نقدم لهم. وكل عام وأنتم بخير.